يعني غادي نعطيها لاليمونطاسيون كما هو معروف، يعني الفاز الاول مع الاول، الفاز الثاني مع الثاني، والفاز الثالث مع الثالث. يعني كون ما درتش هذيك الكروشي يعني لا ميم بوتونسييل، هنا ما غاديش يعطيني نفس الكولور، يعني خصني نكون شونجي في الكولور هنا. دونك هادي في دو سونس، دو سونس غاش نحتاجو، نحتاجو دو كونتاكتور، يعني دو كونتاكتور غنرجع نفس الشيء، غادي ندير كونتاكتور، غندير غير سيو، ندير ريشيرش. دونك غادي نشوف كونتاكتور، اختار كونتاكتور تريبولير. دونك كونتاكتور تريبولير هذا راه يعني احنا فقط درت هذا ليكزامبل ديال دو سونس، يعني حتى اللي ما فاهمش دو سونس بالنسبه للاخوان اللي باقي كيقراو في السونتر دو فورماسيون، يعني يعني وفي نفس الوقت نشرح الموتور يعني ديماراج دو سونس كما هذا. دونك هذا ما عندناش نفس البوتونسيال، خصني نعاود نشونجي الكولور هنا بنفسي. دونك غادي هنا نشونجي الكولور، دونك مانبقاش نغير لي بيسو باش منضيعش الوقت. دونك هادي خصني ندير بوتونسيال، دونك غادي نخليو ل فيغ. هذا البارتي الاولى، غادي نختار موتور نفس الطريقة، نختار موديل، يعني كاين موتور اكورون كونتيني، يعني كاين تيب ديال لي موتور. دونك مثلا سبيل المثال نختار هاد الموتور هذا. دونك اللي شرحنا راه يكون عندنا هنا الكوبلاج اون ايطوال. دونك نعطي لاليمونطاسيون الموتور ديالي من الكونتاكت سونس اه مثلا، بلا باش منضيعش الوقت، بلا ما غنشونجيش هاد الكولور هذا. غنشوفو يعني دوك عندي دو كونتاكتور، غادي نختار كونتاكتور لاخر، يعني باش بلا ما نضيع الوقت نكون نقلب، غادي نستعمل هذه، غادي ندير كوبي ان بلوك، فقط غادي نسيليكسيوني الكونتاكتور ديالي وغادي نجي نحطو هنا، فقط غنجي نموديفي فقط الاسم ديالو. دوك هذا خلينا ك ام ان، دوك هذا غندير ك ام 2. بالنسبه للكونتاكت مع دوم لي ريفيرونس، مثلا بالنسبه لشنايدر كتلقى عنده ال سي ال سي 1 دي ال سي 1 دي 09، هذا الكافي بالنسبه لهذا الموتور هذا. مثلا ال سي 1 دي 09، كاين ال سي 1 دي 012، كاين 12، كاين ال سي دي 18، يعني كاين بزاف يعني حسب البويسونس تاع الموتور. دونك هنا كما معروف يعني في دو سونس غنخلي الفاز الاول فقط، يعني باش تشونجي دو سونس خصك يعني خصك انفيرسي دو فاز. دونك في الاول غادي نجيب الفاز هذا الاحمر، انا ندخلو نفس الاحمر، نخلي نفس لودر، غادي نقلبو من التحت، والفاز الثاني غنجيبو هنا، والفاز الثالث غنجيبو هنا. هذا نفس دونك انا ما خص يكون، لان انا هذا في الاول ما داتش. دونك غادي نشونجي لي نشونجي الكولور كيك دروات موديفي، دونك غادي الغوش، دونك ديجا ناخذ هذا الاحمر خديته في الاول. دونك الاحمر انا خصني نشونجي مع هذا، يعني ما يبقاش الاحمر مع الاحمر. دونك غادي يولي عندي مثلا هو هذا، دونك خديته من الاحمر عطيته هنا، غادي نجيبو مثلا نعطيه هو الثاني، الثاني غادي نحطو مع الاول، والثالث ما غاديش نشونجي، يعني واحد هو اللي غادي يبقى في نفس البوزيسيون ديالو، نفس الاوردر ديالو، الثالث غيبقى مع الثالث في الكونتاكتور. يعني فاش غيتسد ليا هاد الكونتاكتور هذا كا ام ان، الموتور غيدوز ليا مثلا غيدور في لو سونس دروات. فاش غادي اكسيتا ليا هاد الموتور هذا لو سونس، خاص يدور في السونس انفيرس يعني غوش.
خاصو يكون بيان سور يعني هنا يعني سوبوزون ان يعني دو كونتاكتور يعني اكسيتو او ميم طون او لا تبلوكا بجوج كيما نشوفو هنا كود سيركوي يعني بين هاد الفاز وهاد الفاز راه يولي عندنا كود سيركوي بين فاز 1 مع فاز 2 والفاز 1 مع فاز 3 يعني باش نتفاداو هذا كما معروف خصنا نديرو فيروياج ميكانيك غنشوفو فيروياج الكتريك لكن خصنا نديرو حتى فيروياج ميكانيك يعني كاين بزاف ما كيديرهاش لكن خصنا نديروها هي فيروياج ميكانيك هذا كيدار في دو سونس كيدار في ايطوال تريونغل يعني كاع السيستم اللي كنروج دو كونتاكتور اكسيتو او ميم طون يعني باش نحافظوا على السيستم ديالنا ولا الموتور ديالنا خصنا نديرو فيروياج ميكانيك دونك فيروياج ميكانيك فاش كنديرو ليه كيكون يعني يعني كنريبريزونتيه بواحد البيتي تريونغل كيكون عندنا هنايا هاد طالين يعني متقطع خط متقطع وانا غادي نرسم واحد المثلث صغير دونك انا غادي نرسم مزيان دونك هذا يعني فاش كتشوف شي ما عرف هذا انا يعني عندك فيروياج فيروياج ميكانيك دونك هذا راه كتشرح شوف هاد الفيديو اللي محتوش في يوتيوب يعني كان في فقط لحتو في الباج نقدر نمسح هادو دونك هذا راه منو خصني نهبط شويه باش يجي داكشي قاد لكن معليش هادي البارتي هادي بارتي بويسونس غنخلي نفس نحاول نرسم في نفس الباجنا بارتي كوموند اولا ندوز البارتي كوموند باش نشوف واحد الاوبسيون اخرى دونك انا مثلا غادي ندير ديجونكتور مانيتو تيرميك مثلا دو بول غادي نخلي هذاك فقط السيركوي دو كومون ماشي ما دو كومون دونك غادي نشوف بين دونك هذا ديفيرونسيال نقدر ناخذ مانيت تيرميك دونك خلي باغ مش مشكل نخليو هذا نخدمو به غادي نخدم انا بالكونتاكتور كونتاكتور كامل 220 يعني لابوبين ديالو 220 دونك هنا هاد ديجونكتور هذا نخليه 6 امبير اصلا ديجونكتور ديفيرونسيال كيكون عندو يعني الكورون دو فويت يعني شحال من ميلي امبير يعني كيكون 30 ميلي امبير كاين هادشي معروف غادي ندير النوتر يعني الفاز نعطيهم الفاز دونك خاصني انا فاز ونوتر هادو فين غنديهم هادو غنديهم سيركوي دو كوموند غادي ندي سيركوي دو كوموند يعني شيما دو كوموند يعني باش بلا ما نبقى نشونجي هاد الكولور ديال نخليهم نفس الكولور يعني النوار باش ما نضيعش الوقت دونك هذا غيمشي ليا واحد الفولي اخرى غادي انسيري سيري هاد الباج مثلا سيرت هاد الباج بغيت ندير واحد الباج اخرى غادي نمشي هنا هاد الفوليو وغندير غندير نوفو غادي نخلي نفس يعني نفس الكادر طبعا مو هادي كنديروها بعض المرات كتبقى كتبقى تغير اوتوماتيك دونك هادي ما غاديش نغيرها سينو راك تقدر تعاود تغيرها مره جديد دونك جاوني واحد جين فازو نوتر جين من الشيمه الاخرى دونك هي تغيرت هادي هنا ولات هادي دو بار دو يعني انا في الباج دو والمجموع عندي هو دو باج يعني دو فوليو غادي ناخذو من الفوق مثلا رجع عندي الفاز دونك جا عندي هنا فاز وغيجي عندي نوتر اللي غادي ندير به السيكوي دو كوموند ولا شيما دو كوموند بين هاد البوتونسيال هاد البوتونسيال شحال عندنا عندنا 220 يعني تكون عندنا 220 لانني خديت فاز ونوتر غادي نسوبوزو ان جام يعني كاع لي كونتاكتور ولا لي فويون دو سيميليزاسيون خدامين ب 220 يعني عندي فاز ويكون عندي نوتر نرجع للفوليو اللي قبل منها يعني الباج اللي قبل منها شنو غادي ندير غادي ندير هاد هادو فين غادي غندير واحد الفليش في غيمشي هاد يعني انفو فاش كتجي نتا
غتفتح هاد الباج هادي يعني غيبان لك هاد هادو فيل هادو لهاد الكونيكسيون فين غادا باش نسهل او لهاد الديسيناتور خاص يسهل على التكنيسيان اللي غادي يدير الكابلاج ولا غادي يدير المانتونونس. يعني غادي نجي غادي ندير هنا فين غادي ليا هاد الباج هنا غادي يجي هنا دونك هذا غادي ديبار غادي نخلي هنا راه ديبار يعني نخليو هادي نفيريفيو انها دايره اوتوماتيك دونك رانا في الباج 2 تيكس في مشى عندي دونك كيمشي عندي الباج اللي غيبغيت انا غنحطو هنا دونك اش كتعني هادي كتعني ان هاد الفيل هذا يعني هاد 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 لارين هادي من جهه جايه من الباج 1 الكولون كي نرجع هادي باج 1 الكولون كي يمكن نشوفو الكولون كي يعني راه الا تعلمتي كيفاش تقرا لي شيما شيما يكتري كلشي كيجي ساهل حتى المانتونس كتجي ساهله وتقدر ديسيني يعني ساهل ما كنتيش كتعرف اني ما كناش كنعرفو نقراو شيما يعني حتى المانتونس غتجينا صعيبه يقدر يكون عندك شيما ولكن ما تعرفش دير ما تعرفش تقراها لان احنا فقط هذا راه بسيط مثال بسيط يعني بعض المرات كيكون عندك البروجي اللي ولا ماشين كيكون فيها 10 الاوراق 20 ورقه 30 ورقه يعني خص تكون عارف هاد الحوايج اش كيعنيو هادو ونفس الشيء بالنسبه لي يعني هذاك السيد اللي غيدير ديسان في البيرو ديتو خاص يسهل ولا خاص اللغه الوحيده باش كيتفاهم مع داك التكنيسيا ولا داك السيد اللي غادي يدير المانتونونس هي اللغه ديال الاشاره اللغه ديال يعني تكنيك مون سيمبول وتقدر تعطي اشارات يعني تكتب ليه خص ما خصوش يرجع عندك مره اخرى هادي اش كتعني هادي يعني بعض المرات ما يعني داك التكنيسيان اللي غيدير الكابلاج ولا غيدير المانتونس ما كيكونش معاك في نفس السوسيتي يعني فقط مثلا الشركه كدير فقط ليتيود وكدير ديسان يعني انت غادي تصيفط شي ما غادي تكابلا في بلاصه اخرى يعني راه يعني خصك تعطي جميع المعلومات باش هو ما يزيدش من راسو ما يفكرش علاش هادي شنو غيدير او شنو اش كيعني بهادي. دونك انا غادي نحاول فقط نعطي يعني الحوايج اللي عارف هادشي اللي كاين. دونك دابا عندي فاز نوتر انا غادي ندير شي مود كوموند كما قلنا هذا اكزامبل سامبل يعني بغيت انا ندير شي حاجه سهله باش نعرفوا فقط يعني الباز شنو هما الحوايج اللي الاساسيات فاش غادي نديروا الديسان كيفاش نرسموا شيما او المخطط الكهربائي شيما الكتريك. كما قلنا عندي دو بوطون بوسوار مارش وعندي بوطون اري وغيكون عندي دو كونتاكتور يعني كونتاكت كام 1 وكام 2 هاد كائن يعني دائما في الشيما الكتريك تلقى كائن يعني كي يعني بها راه كائن يعني هي ديجونكتور عفوا هي الكونتاكتور يعني نفس الاسم على حسب السامبول يعني السامبول الاخر يقدر يسمي اي اسم لكن كاين شي حاجه اللي كتسمى ستاندارد يعني خصك تبقى تتبع الكونتاكتور كيعطيو كائن مثلا الرولي كنسميوه كا يعني كونتاكتور اوكتيليار او الرولي ابروش كنسميوه مثلا كا ا كل كيسميها ار. المهم هي تعرف تقراها شنو هي السامبول يعني اش كتعني هذا اش كونتاكتور كيفاش الشكل ديالو في شيما الكتريك. غادي ناخذ يعني عندي الفاز دونك اول حاجه غناخذ مثلا هو ستونس 1 غادي ناخذ بوبين نقدر ناخذها غير من هنا سامبل ولا نقدرش نقلب عليها من كيما من العاده نديرها. اول حاجه غنحط انا هاد رولي عفوا هاد البوبين ديال الكونتاكتور دونك هادي نسميها هادي بار ديفو كا ا لكن عندنا في الكونتاكتور شي مود بويسونس عاد نسميه سونس ا نسميه كا ام ا يعني خاصها تكون عندك نفس الاسم. علاش؟ لان الا سميتها كا ا يعني راه فاش كنسميو هادي كا ا كا ام ا نسميها مثلا كا ا وفي شي مود بويسونس انا نسميها كا ام ا يعني هذا يعني غلط يعني من حق هذاك السي اللي غيدير الشيما مثلا يجي يقول لك هذا الشيء راه غلط لانك يعني تمام يعني ما تبعش هذاك الشيء كما هو. يعني البوبين هذه البوبين فاش كتاكسيتا كتشونجي كاع لي كونتاكت لي يعني مليين لهاد الكا ام 1 غادي يشونجيو لي طا ديالهم. دونك هذه غنشوفوها يعني كيفاش غادي نعرف نقراو هذا الشيء مثلا غادي نحتاج واحد لوبسيون اخرى غادي نديروها هادي كائمة يعني فاش خصني اكسيت عليا هاد الوبين يا شنو الشروط ديالها. هي يعني الاول لاريم خصها تكون ابوي يعني خصها تكون رولاشي وخاصني ابوي على بوطون بوسوار مارش 1 باش يخدم ليا الموتور كائمة في سونس 1. اول حاجه شنو غندير غادي ندير اري ديال جون
دونك انا غادي نبدا ايطاب بايطاب يعني حتى الناس اللي ما فاهمش موتو دو سونس يعني دي مارج دو سونس يعني هذه هي الفرصه في نفس الوقت نشرحوا هذا يعني لوجيسيال ساهل كما قلت. غادي ندير بوطون بوسوار يعني بي بي بوطون بوسوار ان سي يعني نورمالي كلوز. دونك غادي نديرو هنا تقريبا هنا اولا نديرو هنا لتحت شويه نقدر نشونجي هنا الاسم ديالو كيما هو معروف مثلا نسميوه اما اس ان ولا نسميوه مثلا بي بي ولا نسميوه مثلا اري ولا بي بي اري بوتون بوسوار اري. يعني كيفاش البوتون بوسوار اري يعني كي ابوي هذا نورمالمون فيرمي يعني غنورك عليها هاد البوتون بوسوار يعني غتولي اوفر فاش غنرولاشي يعني نحيد يدي غترجع للاطار روبو ديالها هذه هي بوتون بوسوار ثاني بوتش بوتون او لا بوتون بوسوار يعني خاص تكون يعني ديال بوسوار يعني ابوي لها. دونك هنا الفاز عندي هنا الفاز جا عندي هنا شنو خاصنا قلنا هاد البوتون بوسوار ما خصهاش تكون ابوي وخاصني ابوي على البوتون بوسوار مارش باش يديماري لي الموتور. دونك كنحتاج بوتون بوسوار مارش دونك هذا مثلا هو الكي شارج اللي عاطينا يعني الابوي على المارش باش يدوز ديال البوطون يدور ديال الموتور في السونس ان. غادي نحط البوطون بوسوار غادي نسميها بي 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 مثلا ام ان مارش ان ولا السونس ان يعني اي اسم ماشي مشكل. دونك الفاز جي عندي هنا هذا فيرمي غادي يوصل عندي هنا سي بون غادي يجي عندي هنا. دونك راه مازال غنزيد شي حوايج دابا غنمشي انا ايطاب بار ايطاب يعني. دونك الموتور عندي انا شنو باغي قال لك اسيدي غادي تابوي على بوطون بوسوار غادي يدي ماري الموتور غتحيد يدك الموتور خص يبقى يعني يبقى خدام يبقى خدام حتى ابوي على يعني بوطون اري عاد الموتور يوقف عندي في يعني في السونس ان. دونك انا الفاز عندي جاي هاد البوبين هادي 220 يعني هاد الفاز اون فوا النوتر جاي هادي ريكس يعني كتسنى فقط يوصل هنا الفاز باش تكسيتا هاد البوبين هادي باش غتسدي هذاك الكونتاكت هذاك الكونتاكتور ولا الكونتاكت اللي كاينين هنا ك ام اه باش كيتسد هذا. وهذا نورمالمون هذا غيكون مسدود هذا تو فيه واحد لي كونتاكت واحد كونتاكت نورمالمون اوفير واحد كونتاكت نورمالمون فيرمي غنستعملو من بعد. يعني هذا انا سدينا هذا البويسون سدينا البوطون بيان سور هذا غيكون مسدود يعني لي موتاسيون جي هنا 3 فاز جي هنا انا سد هاد الديجونكتور هذا يعني لا موتاسيون واصلاني هنا فاش غتسد ليا هاد الكونتاكت هذا الموتور عندي غيدور عندي في السونس ان يعني ك اي فوا كت اكسي طالبوبين ك ام ان غتسد ليا هاد الكونتاكت هاد لي كونتاكت هادو يعني اوفير غيشونجيو ليطا يعني غيوليو فيرمي الموتور غيدور عندي في السونس ان. دونك فاش غيوصل عندي انا هنا هاد الفاز يمتى غيوصل فاش هذا دونك لاي موتور واصلني هنا يعني السينيال واصلني هنا اولا الفاز واصلني هنا اش كيتسنى كيتسنى فاش نابوي على البوطون بوسوار غن ابوي على البوطون بوسوار هذا غتولي فيرمي يعني غتشونجي ليطا يعني غيولي عندي الكورون هنا الكورون ديز هنا ولا طونسيون واصله هنا غيوصل عندي الطونسيون هنا كما قلنا الموتور غيدير مال في سونس ان. غنحيد يدي غنحيد يدي على البوطون بوسوار دونك الكورون ولا طونسيون غادي يوقف هنا يعني ما يبقاش دايز عندي البوبينه هنا دونك ما يبقاش دايز عندي هنا مابقاش واصل عندي الطونسيون دونك الموتور عندي غيوقف. لكن هما قالك واخا تحيد البوطون بوسوار يعني تحيد يدك الموتور خاصي يبقى مديمار. دونك هذا شنو خصنا نديرو الحل اللي شنو خصنا نديرو هو كيتسمى كونتاكت دو مانتيان يعني خصنا نزيدو واحد الكونتاكت كيتسمى كونتاكت مانتيان. غناخد مثلا كونتاكت هذا غنسميه ولا نقدر ناخدو من هذا دونك هذا راه عندنا هنا غناخد كونتاكت مانتيان لكن هذا فيرمي عفوا خصنا ناخدو اوفير بيان او. دونك هما عاطيني الاسم ديالو اس ان يعني الا كان اس ان راه غلط خص نسميوه ك ام ان نسميوه ك ام ان يعني عنده علاقه مع هاد البوبين هادي ك ام ان يعني فاش كت اكسيت ك ام ان الكونتاكت اللي كاينين في الشيمات بويسونس غيتسدو وهاد الكونتاكت هذا حتى هو غادي يتسد ليك سميتو ك ام ان.
هذا يعني ما طلعوش هنا اللي بورني يعني هاد الارقام اللي كاينين هنا. دونك هذا في لي كونتاكت غالبا كيكون 13 14. دونك انا غندير 13 14 غنمشي للبروش هنا وغندير افيشي النيميرو وكيعطيني هنا ندير 13 14 يعني 13 14. اوكي دونك هما طلعوا عندي. يعني بمعنى لاي موتاسيون واصلاني هنا. دونك شنو خصني ندير؟ انا غندير يعني هو ولا تعرضني يعني ولات عندي جوج طرق يعني كتمشي هاد الطريق هادي والطريق هادي. يعني الطونسي واصلة عندي هنا وواصلة عندي هنا. غادي نجي نديرها هنا. دونك غادي نعاود مرة اخرى سيميلاسيون يعني كيما قلنا ونعيد مرة اخرى. هاد البوبين هادي شنو خاصها باش تاكسيتها؟ خاصها يوصلها 220 في الاكستريميتي ديالها في ان ان او في ادو. يعني النوتر واصل هنا خاص فقط يجي الفاز. الفاز واصل هنا عطى هنا عاطين هنا. يعني غنجي نابوي هنا البوطون بوسوار دونك الاكس غات اكسيتا غيوصل عندي لايمونطاسيون عندي هنا. دونك هذه وصلت لايمونطاسيون ديال اكسيتات يعني البوطون البوبين اكسيتي. كاع لي كونتاكت سميتهم كا يعني هذه باش نعرفوا كاع لي كونتاكت في الشيما الكتريك فاش كتلقى بوبين سميتها ك ام ان غتقلب على كاع لي كونتاكت اللي فيه اللي كاين في الشيما كاملين سميتهم ك ان. هذوك راه غيشونجيو ليطا ديالهم فاش البوبين كتكون اكسيتي. يعني وصل هاد اكسيتات دونك هذا راه غيتسد والكونتاكت كيما قلنا ديال بويسونس هذوك لي كونتاكت ثلاثه لي كونتاكت اللي كاين ديال بويسونس غادي تسدو يعني الموتور غيديماري عندي. دونك هذا راه مسدود. يعني فاش نحيد يدي انا من هنا الكورون غيولي جو طونسيو غيولي جاي من هنا الكورون جاي من هنا هذا راه مسدود وغادي يجي يعني البوبين غتبقى اكسيتي. يعني علاش كيتسمى كونتاكت دو مانتي يعني غادي كي يعني كي مانتينيغ دو يعني اكسيتاسيون تاع البوبين. واخا نحيد يدي انا من البوطون بوسوار يعني الكورون غيبقى جايني من الجهه الاخرى. يمتى انا الموطور ما خصنيش نبقى نخليه انا يعني مديماري دائما ديماري توجور ديمار. انا بغيت نوقفو غنوقفو طونسيون راه جاي من هنا كيما قلنا الكورون جاي من هنا. فاش غادي نبغي نوقفو غنجي نابوي على لاري غنابوي على لاري. شنو غيدير؟ يعني هاد البوبين هادي ميبقاش واصلها طونسيون ميبقاش واصلها 220 غتبقى واصل فقط النوتر اللي جاي هو ديريكت. يعني غاديزيكسيتا يعني ديزيكسيتا يعني كاع لي كونتاكت غيرجعو لإيطا روبو ديالهم. إيطا روبو ديالهم هي أوفيغ. دونك هاد الكونتاكت هذا إيطا روبو ديالو أوفيغ يعني غيعاود يرجع. واخا نعاود نرجع يدي هنا غنعاود نحيد يدي هذا غيرجع الكونتاكت يعني الإيطا روبو غير هي فيرمي. دونك الطونسيون غيرجع هنا وهذا راه غيبقى اوفير وهذا اوفير. دونك سالينا السونس ان السونس ان يعني سالينا ما فيش مشكل. سمحوا لي كنطول شويه كنحاول نبسط.